ابن عمي ناهي علي، حالي حاله هواية من اللي حيسمعون قصتي ويكونون صغار بالعمر. ما كنت أعرف المشكلة الكبيرة اللي حتواجهني. خلصت السادس ودخلت الكلية، وحالي حال أي بنية ممكن تتعرف على شخص محترم ومؤدب وتحبه ويصير نصيبها للزواج بهالطريقة. وفعلا هو هذا اللي صار، وتعرفت على زميل إلي بالكلية وصارت بيناتنا قصة حب ووصلت للزواج. إجا الولد هو وأهله لأبويا، والأمور كانت كلش حلوة وتبشر بخير وأني فرحانة. هناك ابن عمي بنص القعدة وقال بصوت عالي، والله لحد الآن نبرته بإذني ومدى أنساها، بنت عمي ناهين عليها من إحنا وصغار ومترها متصير مرة الغيري. الولد أهل الولد وحتى بعض من أهلي وقرايبنا اللي ما يتذكرون القصة هاي اللي صارت بيوم من الأيام، من كان عمي الله يرحمه عايش وقال ترى حرير من هسه، منهي عليها ومحجوزة لابن عمها. خرب الزواج وخربت حياتي، وما مقتنع لحد الآن بالموضوع. ما شوف غير ابن عمي بس أخ إلي وبس. شو أسوي بهاي المصيبة؟ والله ما أعرف.